على دروب الخير نلقاكم وعلى شرفات الأمل نرحب بكم في حصتكم الاجتماعية أرشديني. من خلال هذا الفضاء نسعى دوما للإجابة عن استفساراتكم وانشغالاتكم وكل ما يعيق حياتكم وعلاقاتكم الاجتماعية. نذهب الآن مباشرة إلى متصلة ومتصلة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي. معك أمين من بوفاريك. مرحبا بك أمين، كل سكان بوفاريك. الله يسلمك أستاذة، نشكرك على الحصة، نشكرك على الإرشادات التي تقدميهم منا. شكرا جزيلا أمين. أستاذة حبيت كما يقولوا قفزة، والقفزة التحفيزية، ولا نعم كما يقولوا عام طالي يقدر يخليني نقدر نزيد نمد ونقدر ندير بزاف صوالح في الدنيا. نعم. أنا طالب جامعي. ما شاء الله. شهادة ماستر في علم في الزراعة. ما شاء الله. كيف أي شاب، فرص العمل قليلة. نعم. الباب اللي تطرقوا ما كاش. رحنا وجرينا وشينا وحطينا لي سي في بارتو ودرنا ودرنا. الله غالب، مازال ما بان حتى حاجة. كي تولي تشوفي لا سيتياسيون هادي تشوف بلي البيبان كامل نغلقوا في وجهك. نعم. تتشائم وتولي ديزيسبيري بواحد الدرجة وين ما تقدرش تتصورها. عيطت لك أستاذة، حبيت إن عندك إرشادات. أكيد راح نعطيك. وبيان كاش ما وبيان كيفاش نهيئ. نعم. بكلي. نعم. النجاح وبيان باش نكون متفائل. نعم أكيد، راك يعني رسالتك فيها كل يأس وكل سلبية، لكن إن شاء الله اسمع الإجابة، إن شاء الله راح نمدو لك إرشادات جد إيجابية بها إن شاء الله راح تحقق كل أهدافك وطموحاتك. شكرا جزيلا على اتصالك أمين. شاب من مدينة بوفاريك، مثله مثل كثير من شبابنا اللي فقد الأمل في أنه يجد منصب عمل. أنا أول شيء هنا نبدأ نتكلم على التوقع السلبي، يعني لازم نعرفوا أنه في حياتنا هنالك محطات، وفي هذه المحطات هنالك مطبات، هنالك صعاب. إذا كان توقعنا سلبي للمستقبل، لكل ما ينتظرنا، التوقع هنا نتكلم على قانون الجذب، التوقع السلبي يجذب كل ما هو سلبي. إذا أنا الآن أولا نسمع الكثير من الشباب ونصحوا لهم أفكارهم، حتى طلبتنا الكرام يقول لك راهو يدرس ويقول لك أنا لن أجد عمل مستقبلا، في ظل الطاقة السلبية وللأسف الشديد التي توزع لشبابنا. الشباب اللي هو الطاقة، هو الثروة، الشباب اللي إذا آمن بنفسه راح يحقق كل طموحاته وأهدافه رغم الصعاب والمطبات. لكن أنا نشوف أنه طالب مازال يدرس وراه يقول أنا لن أجد فرصة عمل، متربص في مؤسسة التكوين المهني يقول أنا لن أجد فرصة عمل، مثل أو يقول هنا يا الأخ المتصل أمين أني بحثت وقلبت أستاذة وطرقت البيبان لكن لم أجد فرصة عمل وبالتالي استسلمت، أنا يائس. أنا نقول أنه توقعكم السلبي هو اللي يخليك تجذب السلبية. قلت لكم في البداية نرجع أنه الحياة هي مطبات، فيها مطبات أكيد، مستحيل أن الحياة راح تكون كلها يعني محطات سهلة في حياتنا، فيها مطبات فيها صعاب، هذه هي حياة الإنسان. من فشل ينتقل إلى نجاح، من تجربة فاشلة يتدارك النقائص ويحقق تجارب ناجحة. إذا كان توقعكم إخواننا وأخواتنا توقعكم سلبي لمستقبلكم، تأكدوا أنكم تقعدوا دائما في دوامة التفكير في الجانب السلبي، تقعدوا دائما في دوامة التفكير في فشل، تقعد دائما لا تفكر كيف تحل مشاكلك أمين، لأنه أنت بنيت حياتك ومستقبلك ومسارك المهني على تجارب فاشلة. نعم تروح مرة ما تجدش عمل، المرة الثانية تفشل، المرة الثالثة ما تنجحش في امتحان، هذه هي الحياة بصعابها بمراحلها المختلفة. مستحيل أنه رانا نمشوا في المحطات الحياة ونمشوا بسرعة وبوتيرة واحدة، مستحيل، دائما تكون مطبات، تكون صعاب، باش ننتقل من محطة إلى محطة. إذا كانت البرمجة كلها سلبية، أمين نعم رحت بحثت على العمل لم تجد العمل،
لكن لا تستسلم لهذا الفشل، لا تستسلم حتى إذا كانت الظروف وكما حدث لك، يعني الظروف نقول أنها ما خدماتكش، الظروف بالعامية ضرباتك، ما صدش فرصة وانت شاب تملك كل المؤهلات، صح هذا يخليك تحزن، يخليك تفشل، لكن ما تخليش هذا الفشل وهذا الحزن يستمر. حسيت لي أني لم أجد عمل، شعرت بهذاك اليأس، لكن لا أستسلم. إذا استسلمنا في أول محطة فشل، خلاص كل محطات حياتنا الباقية راح تكون استسلام فشل. التوقع قلت السلبي راح يخليك تعيش في دوامة، راح يخليك لا تخطو خطوات أخرى. أكيد أمين، أنت والكثير من الشباب ما تروحش تبحث عن الحلول، ما تروحش تبحث عن البدائل، بالعكس تقعد تعيش في دوامة من الاكتئاب ومن الإحباط ومن اليأس. يعني هنا راح تضر نفسك من الجانب الجسدي الفيزيولوجي ومن الجانب النفسي، لأنه إذا وليت تخمم وما ترقدش، أوقات النوم الملائمة لجسم الإنسان الأرق راح يأثر عليك في الجانب الفيزيولوجي، كذلك إذا وليت عندك القلق والاكتئاب والإحباط والتوتر راح ممكن يسبب لك أمراض نفسية جسمية. يعني أنت ماكش راح تستفاد من هذا الدوامة اللي حطيت نفسك فيها لمجرد أنك فشلت مرة وزوج وثلاثة. لماذا لا نعتبر أنه هذا الفشل هو التجربة؟ لماذا لا نعتبر أنه هذا الفشل راح يخليني ندارك النقائص؟ هل يعني كانت طريقتي في البحث عن الشغل وعن العمل هي طريقة يعني اعتمدت على طريقة غير ناجعة وفعالة وغير الطريقة؟ هل أنا ما كانش عندي الاستعداد الكافي لكي أتحصل على العمل؟ لأنه هل توقعي السلبي هو السبب؟ إذا توقعت إيجابا أني سأبحث عن العمل وسأتحصل عن العمل، سأحقق أهدافي في مجالي المهني، في مجالي الدراسي، في مجالي الشخصي، أكيد دائما أبحث عن الآليات والميكانيزمات اللي تخليني نوصل إلى تحقيق الهدف. كل من نجح في حياته مر بمحطات صعبة، كل من نجح في حياته مر بمحطات فشل، كل من نجح في حياته نعم يقول لك أنا أستاذني يائس، أستاذ راني نشوف كل الأمور سلبية. نعم أكيد في ظل يعني ما يعانيه الكثيرات والكثيرين من شبابنا أنه لا يجد فرصة عمل مباشرة بعد ما يكمل دراسته، لكن لا نستسلم. إذا استسلمنا لتوقعاتنا تصبح توقعاتنا واقع مفروض علينا، تصبح توقعاتنا هو ذلك السجن اللي قيدنا وما يخليناش نحقق أحلامنا. كذلك أمين، دائما الشاب اللي يكون عنده تلك الطاقة لكي يعمل، الشاب اللي بحث والشاب اللي تعب والشاب اللي قرأ والشاب اللي سهر الليالي أكيد أنه ما يفشلش لمجرد أنه لم يجد عمل. كذلك عليك أمين أنت وأقرانك أنك ما تستمعش لكل لغة اليأس والإحباط. يعني الناس اللي يجي تقول لك نعم أنت قريت وش راح تدير، أنت ما راح تصيب عمل، نعم كذا وكذا، كل هذه الرسائل راح تكون هدامة بالنسبة ليك وما تخليكش تكمل في مسارك. لكن إذا من اليوم أمين كان توقعك إيجابي لمستقبلك ومسارك المهني، تأكد أنك ستنجح، أنك ستتدارك أخطائك، أنك ستذهب مباشرة إلى الوجهة الملائمة. كل هذا هو عبارة عن برمجة، يعني النجاح يبدأ من عندي، بعدها أحتاج إلى تحفيز من الآخرين. إذا آمنت بنجاحي سأنجح أكيد، لكن إذا أنا انظرت لنفسي أني غير قادر، أني يعني لا أستطيع، أني لا أنجح، أكيد في الأخير لا أنجح. شكرا جزيلا لكل متتبعينا الكرام الأوفياء، إن شاء الله سيتجدد موعدنا بكم في عدد مقبل من حصتكم الاجتماعية أرشديني. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي.